نروح مع حضراتكم لخبر تاني، وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النهاردة الصبح لسير العمل في مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون. خلال الزيارة أكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في تنفيذ هذا المشروع، خاصة إنهاء الأعمال التنسيقية للموقع مع الالتزام طبعا بالنسق المعماري المخطط ليه، بالنظر لكونه يرتقي بمنطقة ذات أهمية تاريخية ضمن خطة الدولة للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة القاهرة وقيمتها كوجهة سياحية وثقافية مميزة. هينضم لنا على الهاتف عشان نتكلم أكتر عن هذا الموضوع دكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان. مساء الخير عليك يا دكتور، ولو تقول لنا يعني آخر ما تم من تطوير في منطقة سور مجرى العيون. مساء الخير يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. هو المشروع مجرى العيون اللي هو كان في مدارس سابقا، اللي هو بيتكون من جزئين، جزء مكون العمارات السكنية والمكون الثاني المبنى الإداري الثقافي الإداري الرئيسي. العمارات احنا في عندنا حوالي 79 عمارة، يعني نقدر نقول ان تم الانتهاء من حوالي 80% من الاعمال، وان شاء الله خلال الشهرين او الشهرين ونص الجايين نكون تم الانتهاء من جميع اعمال العمارات. بالنسبه للمبنى الاداري، ده المبنى الاداري التجاري برضه جاري انتهاء من حوالي ما يقرب من 90% من الاعمال الخرسانيه، ودلوقتي شغالين في اعمال الترشيدات الداخليه والخارجيه. طيب دكتور، انا كنت عايزه يعني اعرف من حضرتك، هو تمت كل اعمال الازاله خلاص؟ طبعا، هي اعمال الازاله دي كانت المرحله الثانيه، هي كانت المرحله الاولى هي مرحله حصر السكان وحصر الانشطه وتوفير السكن البديل ومكان مكان العمل البديل، لان كانت المنطقه دي فيها سكن وفيها منطقه المدابغ. منطقه المدابغ اتنقلت في منطقه الروبيكي ببدر، صحيح، مدينه بدر. والاسر اللي كانت ساكنه برضه تم نقلهم وتعويضهم بوحدات بديله في مدينه بدر بجانب مكان عملهم. فدي كانت المرحله الاولانيه. جت بعد كده المرحله الثانيه، مرحله الازاله، ودي كانت المرحله الصعبه. مش عشان بس الانشاءات اللي تم ازاله ثلاث مناطق عشوائيه يا دكتور افندم، ثلاث مناطق عشوائيه تم ازالتها. هي 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 منطقه، هي منطقه كبيره داخليا فيها اكثر من منطقه عشوائيه. انما الازاله هي صعوبتها مش بس في ازاله المنشأ المبني، لا ده كمان عشان التربه كانت يعني بتحتوي على مواد كثيره نتيجه الاعمال الصناعيه، فكانت لازم في جزء منها بيتم احلاله عشان يسمح بعمليه البناء. صحيح. طيب المفروض انه المكان ده دلوقتي يكون وجهه سياحيه زي ما احنا بنتكلم لمصر، المخطط ده المفروض يتم افتتاحه امتى، واحنا وصلنا فين في هذا العمل؟ منطقه مجرى العيون هي واحده من مناطق القاهره التاريخيه. صحيح. احنا النواه الاولانيه او اول جزء خالص اللي هو تم الانتهاء منه، اللي هو كان بحيره او حديقه عين الصيره او حديقه المتحف الحضاره، ودي كانت برضو منطقه عشوائيه وتم تطويرها والانتهاء منها. والصور رائعه الحقيقه، والمكان يعني اكثر من رائع، الواحد بيسعد لما يعدي عليه. وان شاء الله هيتم استكمالها بحدائق تلال الفسطاط اللي جاري العمل فيها حاليا. ده فيما يخص المناطق المفتوحه واللي هي تعتبر خدمات ترفيهيه لسكان القاهره. المشروع اللي احنا بنتكلم عليه النهارده ده مشروع يعتبر سكني خدمي، لان ده جزء من القاهره الاسلاميه، ففي خدمات تجاريه وثقافيه زي ايه؟ زي مسرح مكشوف، زي عندنا خمس دور سينما، في عندنا مجموعه كبيره من المطاعم اللي هتكون المطاعم التقليديه بنسميها الاورينتال، اللي هي تتماشى مع المكان، في مناطق بازارات ومحلات تجاريه ومكاتب اداريه وفندق، فهي منطقه متعدده الاستخدامات، غرضها الاساسي الترفيه والثقافه، فاكنه مركز ثقافي
يتناسب مع قيمة المكان. هيكون في كمان أعتقد جراج لهذه المنطقة علشان الناس يعني يكون سهل تكون موجودة فيها. بالظبط، هو في جراج تحت الأرض بيسع حوالي 1000 ما يقرب من 1255 سيارة، ده بالإضافة إلى أماكن الانتظار السطحية اللي هي سواء كانت جزء من الطريق أو مناطق مجمعة تحتل جزء من الطرق. طيب العمل ابتدى في هذه المنطقة اللي احنا بنتكلم عليها، منطقة الكافيهات والمنطقة الترفيهية؟ ما هي دي الجزء اللي هو اللي انا ذكرته في الاول اللي هو المبنى الاداري التجاري. تم العمل فيه وجاري حاليا خلال الشهرين او الثلاثه اللي جايين ان شاء الله جاي للانتهاء من اعمال التشطيبات الخارجيه والداخليه. هل تم اتفاق مع فندق ما مثلا لوجوده في هذه المنطقه، يعني الموضوع هنا بيتم ازاي؟ طبعا احنا هيئه المجتمعات من احد الجهات الاساسيه اللي بتساعد هيئه المجتمعات في عمليه التسويق شركه سي تي اتش، والشركه هنا من خلال يعني حاليا من خلال التفاوض والدراسه مع الشركات المتخصصه في مجال الفندقه ومجال المطاعم حاليا بيتم يعني تقديم اكثر من عرض، يعني دراسه العروض المقدمه من الراغبين في ان هم يكونوا جزء من المكان، سواء الكلام ده يخص المطاعم او الانشطه التجاريه او حتى الفندق اللي هو هيكون فندق اربع نجوم بيسع حوالي ما يقرب من 160 غرفه. تحديات العمل يا دكتور واحنا بنحاول نحافظ على النسق الحضاري والتاريخي للمكان. معلش ممكن السؤال تحديات العمل لو احنا بنتكلم على بنا واحنا بنحاول نحافظ على هذا النسق الحضاري والتاريخي للمكان لان المكان ده طبيعه خاصه. طبعا هو تحديات المكان يعني في صعوبه المكان ان هو رقم واحد ان هو زي ما قلنا ان هو جزء من القاهره الاسلاميه او التاريخيه، وبالتالي لازم التعامل مع الموضوع ده بحساسيه او بمقدار من مراعاه الطابع المعماري والعمراني للمكان، وبالتالي ده انعكس على المفردات المعماريه سواء للمباني السكنيه او المبنى التجاري. انما التحدي الحالي بعد الانتهاء من المنظر الجميل والمباني الجميله اللي احنا شايفينها ان احنا ازاي ندير هذا المكان ونحافظ. صحيح الاداره الجيده. صحيح. والحاجه الثانيه ان احنا ازاي لان المنطقه المحيطه به ما زالت يعني تتطلب التطوير لان هي مناطق غير مخططه، وعشان كده بنقول ان المنطقه اللي احنا شغالين فيها دي مرحله اولى، جاري بقى العمل ان شاء الله في الازالات للمناطق غير مخططه زي سكر والليمون وحوش النخيل والمناطق القريبه من مجرى العيون، بحيث يكون المنطقه، انا مش بتكلم بس على المنطقه دي اللي هي حوالي 80 فدان، ده انا بتكلم على المساحه الاكبر اللي هي بتمتد للقضاء على كل المناطق العشوائيه غير المخططه. صحيح، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد الخالق ابراهيم مساعد وزير الاسكان.